بالنسبه للمباراه ديال الوداد والاهلي، مباراه ما غاداش تكون سهله، مباراه صعيبه، لان الاهلي فريق كبير، فريق اللي عنده القاب، ولكن غادي ناخذوه من واحد الزاويه اخرى، ان الاهلي اصبح تيضغط على فريق الوداد البيضاوي بشتى الوسائل، يعني جميع المكونات ديال الاعلام ديالو، هذا باش كيشتت التركيز ديال اللاعبين ديال فريق الوداد البيضاوي. وكنعتقد ان فريق الوداد البيضاوي ما خصوش يوقع في داك او يسقط في داك الفخ ديال النادي الاهلي، يلعبوا معهم الكره ويحاولوا يتفادوا الانذارات والسقوط المتكرر ديال اللاعبين. واعتقد اللي غادي يكون مركز اكثر ذهنيا وبدنيا راه هو اللي غادي يفوز بالمباراه. واتمنى ان شاء الله تكون الوداد ان شاء الله تنتصر بجوج لصفر. 1-0 تعادل، 1-0 الوداد تعادل، اشواط اضافيه، ضربه جزاء، الحظ غيبتسم فريق الوداد البيضاوي، واخا انا رجاوي. تنتمناو الوداد تكون في نهارها ويحيدوا علينا ذوك الماتشات ديال البطوله ويديروا لنا شي ماتش ديال النفس، وما يخافوش، راه غادي ان شاء الله المصريين راك عارفهم تبداو يديروا اعلام هذه مركب اعلام كاع تيخسروا اي حاجه، ولكن خصنا نخسروا حتى من لاكوب ان شاء الله ويبقى في كازا ان شاء الله. قدو ديروا 1-2 كنا حنا رجاويين باغي الوداد تربح، الوداد ديالنا بلادنا وكل شيء بيدور، وكنبغيو ربح ديما يبقى بيناتنا بين رجاوي الوداد، تما رجاوي كاع كيساند الوداد، كنطلبوا من التوفيق ان شاء الله. الفينال ديال الوداد وسميتو والاهلي، وكنتمناو الوداد باش تربح، ولكن عاوتاني كره راه ما فيهاش الثقه، ما تيقش هما الاهلي اللي كنا كنعرفو شحال هادي، ماشي هي الاهلي ديال دابا، الاهلي ديال بكري راه بشكل دابا هادو راه تاهما شويه دايرين، ولكن الوداد راه عندها فرقه، ماشي ما عندهاش فرقه، عندها فرقه وعندها جمهور ديالها. ايوا كنتمناو ليها الربح ان شاء الله. ان شاء الله غنربحو بجوج ان شاء الله، بحول الله غادي نربحو بجوج باش غنربحو. راه فايت دار بينهم الف الرجول، عاوتاني غنضربوهم هنا ان شاء الله وغنربحو، وان شاء الله الكاس يبقى هنا، وهنا الجمهور اللي بغينا، الجمهور ما يديرش الشغب، الجمهور اللي ما بغيناش يدير لا صداع لا شغب لا والو، يوفروا تذاكر لعباد الله، الجمهور ديال الوداد يوفروا لهم تذاكر، ما يخليهمش على برا باش ما يديروش الشغب. 2-0 ان شاء الله للوداد، مربوحه ان شاء الله، غتلعب في بلادها، هذا هو الجمهور غيساندها ان شاء الله. الجمهور هو غيكون رقم 12 ان شاء الله في التيران. الوداد فرق كبير ويستاهل هذا اللقب، بس حال هذاك اللي داو له في تونس غيدي هذا ان شاء الله، مش ما بغى.